تزال فعالية مهرجان الثقافي القراءة في احتفال بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأم البواقي ملك بن نبي مستمرة على مدار الأسبوع، حيث نظمت العديد من الأنشطة التفاعلية والتشاركية لفائدة الأطفال بمناسبة يومهم العالمي. هي الاحتفالية الخاصة بمهرجان الثقافي المحلي القراءة في احتفال بولاية أم البواقي في طبعته الحادي عشر، التي أردناها أن تكون تحت شعار جدد حياتك بالقراءة، نظرا من الأهمية التي تكتسيها القراءة في حياتنا وفي بناء المجتمعات بصفة عامة. تضمنت هذه طبعا العديد من الأنشطة الثقافية والتربوية والتعليمية والتكوينية والهامة لفائدة أبنائنا الأعزاء، لأننا نستثمر في أبنائنا الأعزاء لأنهم رجال الغد، وبالتالي أردنا أن تكون هذه الاحتفالية خاصة يعني العديد متضمنة من العديد من الورشات الفنية والتربوية على غرار يعني ورشة الرسم والتلوين، ورشة الرسم والتلخيص لتكوين أو كتابة قصة، كذلك الحساب الذهني، كذلك ورشة اللغات، كذلك ورشة الحكواتي في فضاء الطفل الصغير، ورشة القراءة والورشة الخاصة بالمهرجان بهذه الطبعة للقراءة الحرة لفائدة أبنائنا، وكذلك العديد من الورشات الأخرى الهادفة، بالإضافة إلى المعارض الكتب ذات الصلة بالطفل وكذلك بالبرايل المتواجد على مستوى يعني فضاء المكتبة الرئيسية من رصيد طبعا المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية. محافظة المهرجان أبدعت بتميز واحترافية في خلق جو متكامل ومتزن لفائدة الأطفال، جو إيجابي يساعدهم على التفاعل والإبداع في عديد الورشات المتنوعة على غرار ورشة اللغات والرسم وكذلك ورشة الحساب الذهني. اليوم جينا للمهرجان باش نلعبوا ونستمتعوا، بعد ما كملنا اللعب تاعنا استمتعنا بزاف وان شاء الله يزيد يعاود. هي خطة استراتيجية أبدتها محافظة المهرجان القراءة في احتفال في طبعتها الحادي عشر لتستمر في صنع التميز كل سنة بخلق جو متفاعل وإيجابي لفائدة الأطفال.